أولا أنا كجزائري معني بالجزائر لأنها الوطن اللي أنا زدت فيه وتربيت فيه وقريت فيه وتعلمت فيه وأخذت الحنكة تاعي فيه والخبرة تاعي فيه. أنا جزائري باش نجيبوها من الآخر. أولا أنا قلت لكم منذ 9 جويلية، ماشي هذا اللي قبله، سقط الدستور سقطت الدولة. إذا هذا تبون غير شرعي، جاب دستور غير شرعي، صوت عليه برلمان غير شرعي، دونك انا عندي ما عندها حتى معنى. لا الدستور لا النواب اللي صوتوا عليه. وفي هذا المجال ماذا بيا نحكي مع الشعب؟ جو بونس الدرجه تاعي يفهموها الناس كل ما ملي في الغربه واللي معنيين بامر الجزائر. نحكي مع الشعب، كاين امر يعني واضح لكن الناس غمضت عينيها عليه. هاد البرلمانيين تاع من؟ يخي تاع الاحزاب، يخي تاع جماعه مقري وجاب الله وبالعباس وجو سي باكي وهذاك تاع لافافاس وتاع ما على باليش شكون اخرين. هاد الناس خي عايشين في وسطكم وشراو البلايص نتاعهم في البرلمان والميار نتاعهم. وهاد الناس يقول لكم احنا المعارضه. ايها الشعب، جاء الوقت باش تفيقوا. تعرفوا المعارضة الحقيقية اللي عندها حلول. وكي نقول المعارضة الحقيقية يعني هذه حتى نحشم نقولها، باسكو ما كانش واش تعارض. علاش حنا نهضروا على نقولوا الثورة؟ لأنه ما كانش قانون، ما كانش قوانين، ما كانش نظام. عندنا سلطة تستعمل الهبال، قال لعبها مهبول شبع كسور. هذه ما تمشيش معنا في 2020، تمشي مع بعض الأغبياء لكن ماشي مع الشعب الجزائري، لأن الشعب الجزائري ماشي غبي. ربما مع الشعب الجزائري ما عطاكمش المعلومة الصحيحة، ما عطاكمش حقيقة. المجال الإعلامي ملوث، حتى في المعارضة كاين تلويث كثير، كاين ناس في الخارج هنايا يعملوا التلويث. انتم يبانوا لكم مناضلين لكن هما ملوثين، لانهم على ما عندهمش حلول، ما عندهمش معارضه حقيقيه، عندهم تلغبيب. كي ينطق واحد حمار ما يعرفش يركب اربع كلمات على بعضهم والناس تسمع ليه، هذا يعتبر توجيه في الاتجاه المعاكس للثوره الحقيقيه التوعويه. دونك لا ريفولوسيون سافونت، la révolution compétente, la révolution technocratique qui apporte des solutions. حتى ولا احمر دي زاد ونزبل دي زاد وخماش دي زاد يعتبر سياسي. وخرجوا بعض الناس اخرين، وهنا ماذا بيا نفتخر لاننا ثوار حقيقيين، عندنا الحركه نتاعنا نبيل تاع كندا والناس اللي معاه واللي هيكلهم معاه اللي كانوا معنا في الكوريا. هذا يعتبر الحركي نتاعنا، وهذا وسام شعرف احنا نعلقوه قراد. ما دام عندنا الحركه سك احنا على حق والباقي على باطل. التلاعبات السياسيه اللي رانا نشوفوا فيها، ها الدستور ها وجاي الدستور ها والبرلمان، ما كانش برلمان صوت. عندنا قبل 1 نوفمبر لازم الشعب الجزائري يقف وقف راجل واحد. لا كان تحب العام الجاي الماء ما يغرقكش، لا كان تحب العام الجاي ولادك يقدروا يلقاو الخدمه، لا كان تحب العام الجاي بلك ما يذبحش روحه في الطريق باسكو صار بالكاشيات، لا كان تحب العام الجاي ما ياكلكش الموستيك تيكري اللي جا في البابا، لا كان تحب العام الجاي ما يجيكش وباء، لا كان تحب العام الجاي ما تجيكش حاجه تقول لك ما تخرجش في الليل وخرج في النهار وخرج على السوايع. عادوا داروا لنا اكثر من داروا لكم اكثر من البقري في فيرما. ايبا جاء الوقت، انتخابات هذه، الريفرندم هذا، الاستفتاء الوطني هذا تاع الدستور لازم تتقلب الدنيا عليه وما يكونش. ويعتبر رفض للبرلمان اللي صادق عليه ورفض للرئيس الغير شرعي والحكومه الغير شرعيه. لكن حابين تعيشوا
كيما دول امريكا اللاتينيه وين تخرج من الدار تقدر تموت على والو، وين بريك يروح ليكول ويقدر يموت على والو، وين بنتك في عمرها 12 سنه تجيك بدروك يا للدار شاربه الكاشيات الصواريخ ولا الصاروخ ولا ما على باليش ولا شي بربان ولا مدام كوراج وما تقدر دير والو. خلي انتخابات استفتاء الدستور يفوت، لان الدستور غير شرعي والرئيس غير شرعي، لكن لا فولونتي بوبولار الاراده الشعبيه لازمها تتبلور ميدانيا. وحنا نقول لكم لا حابين تبوروها ميدانيا، تبعوا القيادات الحقيقيه للهدف نتاعها الجزائر واستقلال الجزائر وان الجزائر تولي دوله قويه ودوله متطوره ودوله في خضم الدول اللي عندها قرار في المنطقه نتاعها. سمعنا واحد لا بوليميك وزير الخارجيه، على كل حال وزير الخارجيه جابريسي vous êtes un technicien un excellent technicien، نقولها لك بصح تخدم مع حكومه تبغى الحمير ورايت غير شرعي، دونك انت خاين مهما كانت التقنيه اللي عندك، انت خاين الجزائر تحكم عليك انك خاين. علاش؟ لانك قبلت تشارك في حكومه خوانه، لكن تقنيا هذا وزير الخارجيه مليح بصح ما عندوش الامكانيات باش يخدم وما عندوش المعلومات باش يخدم وما عندوش سند باش يخدم، لكن علاش؟ لانه ضمن حكومه خاينه خابثه، دونك انت خاين وخابث رغم التقنيه العاليه اللي عندك. هذه ماذا بين وضحت شعب الجزائر. دونك عندنا قضيه كما طرحها استاذ سؤال، قضيه الانتخابات سي تري سامبل، والاستفتاء هذا هذا هو الفيراج المنعطف الحقيقي. وما تسمعوش للاسلاميين هذو المبيوعين للترك وقطر ونسميهم بيان سور راشد زي طوط الفيس ام اس بي النهضه كاع 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 ابو الحياة كاع 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 ارهاب كاع يفون لي مترون كارونتان هما اكثر من الكورونا. علاه؟ باسكو بايعين الجزائر للخارج ما عندهمش الروح الوطنيه. بصح نتحدث مع الناس الوطنيين الشرفاء اللي يحبوا الجزائر ويحبوا الجزائر تكون امه جزائريه لا اسلاميه لا عربيه، امه جزائريه حول مبادئ عالميه معترف بها. هذا هو المبدا نتاعي انا، المبدا نتاعي انا، التفكير نتاعي انا.